اهلا وسهلا بيكم في اخبار كريم. الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو مهم جدا في صراع الدوري العام المصري، واللي هنتكلم فيه عن فرص نادي الزمالك وفرص بيراميدز والاهلي في الفوز بالدوري العام المصري. طبعا احنا عارفين ان نادي الزمالك بيسعى جاهدا ان هو يفوز بالدوري العام المصري للمرة التانية على التوالي، وان بيراميدز بيحاول ان هو يفوز باول بطولة له في تاريخه بالرغم من وجوده في الدوري العام المصري للسنة الثالثة او الرابعة على التوالي. اما فريق النادي الاهلي فيسعى للحصول على الدوري ال43 في تاريخه، وهو الامر اللي صعب جدا ان هو يحصل في الفترة اللي جاية، وده بعد تدهور نتائج النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت. ولكن مفيش حاجة صعبة في كرة القدم ومفيش مستحيل في كرة القدم. الزمالك عليه ان هو يكسب الكثير من المباريات في الفترة اللي جاية عشان يقدر ان هو يحقق الدوري، وبيراميدز عليه ان هو يضغط على نادي الزمالك بالنتائج، ان هو يفوز في كل المباريات على ان يتعثر الزمالك بخسارتين وتعادل يخلوه هو يفوز بالدوري العام المصري. اما النادي الاهلي بيلعب على فرصة ان يحصل تساوي ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وده مش هيحصل الا لو نادي الزمالك خسر مباريات في المباريات القادمة، ولو حصل التساوي ما بين الفريقين يفوز النادي الاهلي بالدوري العام المصري لانه هو الفائز في المواجهات المباشرة. ودلوقتي هنتكلم في الخبر، فخليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا تفاصيل الخبر. يوما بعد الآخر يواصل نادي الزمالك مسيرته نحو الحفاظ على لقب الدوري العام المصري، وذلك بعد الفوز اللي حققه على فريق بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري العام المصري. ووصل الزمالك بهذا الانتصار الى الانتصار السابع على التوالي في الدوري العام المصري، ليعزز مكانته في الصدارة برصيد 66 نقطة عشان يبتعد عن منافسي بيراميدز والاهلي. ويحلم نادي الزمالك بالتتويج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، وهو ما سيمثل انجازا لنادي الزمالك خاصة في ظل الازمات اللي بيتعرض ليها فريق الكرة، ولعل من أبرزها إيقاف القيد. ترتيب الدوري العام المصري لغاية دلوقتي كالتالي: نادي الزمالك برصيد 66 نقطة من 28 جولة، ونادي بيراميدز برصيد 59 نقطة من 28 جولة، والنادي الأهلي برصيد 55 نقطة من 26 جولة وليه مباراتين مؤجلتين. ويتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات أمام كل من الجونة ومصر المقصة وفاركو والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وإسترن كامباني. ويلتقي بيراميدز مع المقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا والجونة، بينما سيخوض الأهلي مواجهاته الثمانية ضد كل من فاركو والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والاسماعيلي وايسترن كامباني وامبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا. ورغم ان الزمالك هو المرشح الاقوى لحصد لقب الدوري العام المصري، الا ان هذا لا يعني ان في فرص لبيراميدز والاهلي لسه ما انتهتش، بل لازالت حظوظهما قائمه. طول ما المباريات مش قد النقاط يبقى النادي الاهلي ونادي بيراميدز لسه عندهم فرص. وفي هذا التقرير هنبين موقف الثلاثي وعدد النقاط اللي يحتاجوها للتتويج للدوري العام المصري، وهنبدا بنادي الزمالك المرشح الاقوى بالفوز بالدوري العام المصري. الزمالك محتاج 14 نقطة عشان يحسم لقب الدوري العام المصري. يدخل الزمالك مواجهاته المتبقية وعددها 6 مواجهات بهدف الانتصار لحسم الدرع بغض النظر عن نتائج المنافسين.
طبعا لو الزمالك كسب كل ال6 مباريات هيبقى عنده 18 نقطة، وزي ما احنا قلنا هو محتاج 14 بس عشان يقدر ان هو يفوز بالدوري العام المصري، ويحتاج الفريق الابيض الى حصد 14 نقطة من اصل 18 من اجل الاعتلاء على عرش الدوري العام المصري بدون النظر لمنافسيه بيراميدز والاهلي. وفي حالة نجاح نادي الزمالك بطل الثنائية في الموسم الماضي في حصد 14 نقطة ليرتفع رصيده إلى 80 نقطة، وهو عدد النقاط اللي مش هيقدر يوصل ليه النادي الأهلي وبيراميدز لو فازوا في جميع مبارياتهم المقبلة. طبعا احنا عارفين ان نادي الزمالك حقق الثنائية في الموسم الماضي بفوزه بالدوري العام المصري وكأس مصر. والمهمة صعبة بالنسبة لبيراميدز. بيراميدز وصيف الدوري حتى الآن هتكون مهمته صعبة إذا أراد الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري العام المصري في هذا الموسم. بيحتاج بيراميدز أولا للفوز في جميع المباريات المتبقية وعددها 6 مباريات للوصول إلى 77 نقطة، وبعد كده هيحتاج إلى خسارة الزمالك في مباراتين وتعادل في مباراة حتى يصل نادي الزمالك إلى 76 نقطة. وما توقفش الأمر عند هذا الحد، بل هيحتاج فريق بيراميدز أيضا إلى خسارة النادي الأهلي في مباراة واحدة من اللقاءات المتبقية لكي يصل رصيده إلى 76 نقطة لو فاز في كل المباريات ما عدا المباراة اللي هيخسرها. وسيكون ترتيب صدارة الدوري طبقا لهذا السيناريو: بيراميدز 77 نقطة، والأهلي 76 نقطة، والزمالك 76 نقطة. وليه قلنا الأهلي قبل الزمالك؟ نظرا للمواجهات المباشرة ما بين الفريقين، الأهلي متفوق على نادي الزمالك. أما الأهلي فينتظر سقوط الزمالك. رغم الصعوبات اللي بيعيشها الأهلي في هذا الموسم، إلا إن فرصته ما زالت قائمة رقميا في استعادة لقب الدوري العام المصري، ولكن لن تكن المهمة سهلة على الإطلاق. يحتاج النادي الأهلي إلى الفوز بجميع مبارياته وعددها 8 مباريات عشان يوصل للنقطة 79، بالإضافة إن الزمالك يخسر لمباراة والتعادل في مباراة أخرى حتى يتوقف رصيد نادي الزمالك ل 79 نقطة. وفي هذه الحالة هيتفوق الأهلي بفضل المواجهات المباشرة واللي هتكون في صالح نادي الأهلي. في النهاية مين اللي هيقدر يحسم الدوري العام المصري في هذا الموسم؟ نسبة الزمالك نسبة كبيرة جدا ان هو يفوز بالدوري العام المصري، وكل جمهور نادي الزمالك بيتمنى فوز الزمالك بالدوري العام المصري للحصول على الدوري للمرة الثانية على التوالي. ولكن مش معنى ان الزمالك فاز الدوري فازوا لانه فريق زي ما بيقولوا عليه ان هو فريق قوي، ولكن ربما يكون المنافسين اللي حواليه اللي هم الاهلي وبيراميدز هم الضعاف. ودي النغمة اللي بتقولها جمهور النادي الاهلي في كل ما نادي الزمالك بيحصل على الدوري، يقولك الدوري الزمالك ما كسبوش لان هو احسن فريق، ولكن لان الاهلي هو الوحش. دي وجهة نظر خاطئة. في النهاية التاريخ مش هيقول ان هو كسب الدوري بالمنطق ده وبالكلام اللي انتوا بتقولوه ده. في النهاية هيذكر التاريخ ان نادي الزمالك بطل الدوري العام المصري للمرة التانية على التوالي، وللمرة التانية على التوالي اللي ياخدها من النادي الاهلي. فنتمنى ان الناس كلها تبص للدنيا شوية بمنظور اوسع شوية، ان ليه الزمالك ما ياخدش الدوري لا وهو كويس والفرقة أكثر من رائعة، وليه دايما هما بيحاولوا إن هما يهبطوا من عزيمة فريق نادي الزمالك. دي مش روح رياضية على الإطلاق. الروح الرياضية إن الفريق الفايز بالدوري نقول له مبروك، والخاسر نقول له هارد لك. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في القناة.
ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات مين اللي هيفوز بالدوري العام المصري. مع تحياتي لكم جميعا، لكل محبي نادي الزمالك والنادي الأهلي ونادي بيراميدز، مع تحياتي لكل محبي الكرة المصرية، مع تحياتي كريم جميل.